إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، قال: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. نعم. باب الشركة أو كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد. شركة هي وحويا وحق الإسلالية هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وحدتك إسلاليهين هذا أنكر عينين واي ما كر عينا وهبلنا إنتان وليه هبلنا إنتان وليه ما ملكية ذي ولا وذلية هي وحانا ينكون له شرته مرك الشيء معين هو قف كانوا معينه مجرى. على سبيل المثال، مجموعة من الناس باعون تأس قدر صلي هذا يتكر إليه يتكر إليه معينا سما نيول باوح وليه هي إنتان يكون له شرته شركات التاسبة اللوجية ده
باب الشركة في الطعام والنهدي أو والنهدي. نعم نونك إن لها أصدقاء أما لكردق الله بضبا في الطعام والنهدي انتظر لقري نهدق محوية هاي ما هو النهد ضد مسافرين أو ولا صعود رفقاء أيا وحي عوني لها يا بيسكو درسالين انت نول باقوني ديس وانت أكرسان لها حوالا يسكو درسالين مرك ولي أنسكو درسالنو وحيب الله وضعونا سفر كي أيضو للنقية هنا وادع ذا انتبه وادع ذا هذا انتي كاني لها انتي كاني لها انتي كاني لها وحوالا يسكو درسالي مرك الله وضعونا ايو أنا ماذا نقول بأنتم عونا يك كلامي اللي أكتهي ما اللي أكمر ولا خلا بتصن كراس وما إلا واحد بيسأل الله وضعونا يق عن تلو إذا قلنا إيه ويحي مركب نوع عصو كليتاهي وزن إيه كيل مية يباهيه ونقول بالليل هي إنتاس بعد هذا ما إنتاس بعد هذا ما يق عن تلو إذا قلنا هدي قف بتصله أو كان كلا أو كبت صله مركا ما وحي يكون نغنيسا شيء حرج أوهو ظلم يمين نغنيسا لا يتسامح تاسوك لو ولا سامح إيه والعروض عروض ووحي أن العقا هينو لن أولا اسكو درسضو انتدنا واكمت انتدنا واكمت. نعم وكيف أي باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن وكيف سذاب أهانيا قسمة ما يكال ويوزن وحي لبيغي شري أمل كيلين شري وسذا إسوغ جرته سيالو قيبين مركي لا وضعون أيوه أو قبضة قبضة أما مئه لمن ميزام لمن بيجني وأن لعن توبي سعبها هي وحبال لغو قاضي سيلا سمين يا مرك يعني هل يجوز قسمته مقايبين إنا يو قرام قراما وقايبين إنا مسامحان سمينينا مثل سيدا ويسوغو جيرو أمبا الله عنا يا هبا الله كلا بتصدق. نعم مركا وحولي هاي لا بأس بذلك لما لم يرى المسلمون في النهدي أو في النهدي مسلمين تيهوري وما أين أركي جرين قوت كلا إسكو درسة رفقاته إسكو درسة إن لو كلا حديده وأما الله بيغو أما الله ميزامو أما الله عنتوبيو تاما إن أركي جريني كعنت أمبا لو إذا قلي جري إذن واحد إبا أما يأرق يعني لم يرى المسلمون في النهدي بأسا واحد إبا أما يأرق أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً إن كان قارعون وكان قارعون واحد يبقى وما يأرق من أين الشر ديننا إسلاك هذا حي رب السر وضعان كجرى قعنت لو ذا قليي كان قيب وكعوني كان قيب وكعوني مركز سيدي ذا إن لقود دافو وأن الله فيرين إنت كان عوني إنت كان عوني متساوي ميا مثليهين مثل متفاضل إن الله إيجين سيدي ذا اللود دايو مجازفة مجازفة ووحا أن بيقنا أهين ميزان كان أهين وأن متساوي أهين وأن نوال باوحي أن كسو قارة أن بو كعوني تاسي واحد باو ما يأرق وكذلك وحال لمدة مجازفة الذهب بالفضة إيضنا ذهب كأي في ضضب ولا ولا ميزان ميزان بالوجو بحجري واجيوره غرام لكن أيضا لا غرامين
dahab iyo fido in la isku darsado iyagoo kala badan oo miisaan aan loo yeelin. Dahabkuna waa intaas kana waa intaa la odhan maayo. Dahab iyo waxaa la isku darsanayaa iyo fida la isku darsanayaa amaba la isku sarifayaa. Iyaga marka wasni looma fiiriyo, ha isla wasni ekaadeen lama laha. Hadduu dahabku yahay 10 garaam, fidaduna waa inay intaa noqotaa lama laha. Limaada? Wayba kala badan yihiinba, iyagaaba kala badanba asalkooda. Markii la sarifi jiray waxaa loo shardi jiray in la kala qaato mooyaane tafaadulka, ma loo shardi jirin sababtoo ah dahabku ka qaalisan fidada, dahabku ka qaalisan fidada. Marka iyadana mujaazafatan in la yiraahdo ay min ghayri waznin, wasni la'aan, iyadana waa saamixin muslimiintu. Wakadalika alqiraanu fi tamri, haddii wax la cunayo timir oo kale ka soo qaad, inuu qofku laba xabo isku xiriiriyo haddii la isu ogolaado. Labada xabo kani qaadanayo, labada xabo kani qaadanayo misleg yihiin. Mirta maartay timirta nafteeda kala weyn soo maaha. Idan iyadana laa ba'sa bidalika, umuruhaas oo dhan laa ba'sa bidalika. Shardi ma aha, loo shardin maayo inay isla ekaadaan. Inta kani cunay iyo inta kaasi cunay inay isla ekaadaan shardi ma aha. Wixii saasoo kaleytaa. Wahb ibnu Kaysaan can Jaabir ibni Cabdillaahi radia allahu tacaala canhumaa, ninkaa la yidhahda Wahb ibni Kaysaan ayaa xadiidka wuxuu ka warinayaa Jaabir ibni Cabdillaahi ibni Camr ibni Xaraam radia allahu tacaala canhumaa. Jaabir iyo aabihiba labadooduba laba saxaabi bay ahaayeene. Annahu Jaabir qaala, wuxuu yidhi bacha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bacthan, nebigu geeshi buu bixiyey duulaya, qibala saaxil, dhinaca saaxilkaabuu u bixiyey. Madiine markii la joogo xeebta iyo saaxilku dhinaca wuxuu ka jiraa, galbeed buu maraa, galbeed buu maraayo. Dabaddu intay ka timaado dhulka jidda oo koonfur u aadan bay gabeelka ka martaayo halka iyo wuxuu sii aadaa, baddu sii aadaa. Marka jihada saaxilka ayaa ciidanka loo diray qabaa'il mushrikiin ahaa oo halkaa deganaa, baa duulaanka lagu bixiyey. Fa amara calayhim, nebigu wuxuu ugu amiir dhigay ciidanka uu bixiyey Abaa Cubaydata bin Aljaraax, Abaa Cubayda Caamir bin Aljaraax oo ka mid ahaa min alcasharati almubashariina biljanna, buu ka mid ahaa, buu nebigu uga dhigay, madax buu uga dhigay. Wahum iyaguna waxay ahaayeen ciidanka cadadkooda 300, 300 bay ahaayeen. Waxaa laga yaabaa 300 oo la bixiyey waqtiga Caamir ibni Jaraax loo dhiibay ee Abaa Cubayda loo dhiibay ka horteed ciidan intaa la egba inuu yaraa. Marka 300 bay ahaayeen, Caamir baa marka Abaa Cubayda uu ahaa amiir. Marka wuxuu yidhi ninka la yiraahdo Jaabir, wa ana fiihim, aniguna ciidankan ka mid ahaa buu yidhi. Fakharajnaa, waan baxnay buu yidhi, xataa idaa kaana bibacdi ariiq, markaanu weli aanu maqannahoon soconno, faniya zaadu, zaadkii aan wadanay baa naga dhammaaday oo gabaabsi naga noqday. Yacni nolosha iyo duruuftu way iska adkeed. Waxaa laga yaabaa waxay markii horeba zaadka ka dhigteen inay aad u yaraayeen, zaadkii baa gabaabsi naga gaaray buu yidhi. Abaa Cubayda markuu arkay inuu zaadkii gabaabsi yahay, fa amara Abuu Cubayda, Abuu Cubayda wuxuu amray bi azwaadi dalika aljeysh, war jeyshku wax allaala wixii ku haray ha la keena buu yidhi, meel ha la isugu keeno. Fa jumica dalika kulluhu, kulligiisba la isu keenay. Hadda waxa la isu keenay isuma dhigmaan, nin baa laga yaabaa hal mud oo timirihii inuu haray, mid baa waxaa laga yaabaa xabaad yariba inay u hareen, mid baa laga yaabaa saac inuu u haray. Nin walba wuxuu hayay ayuu soo ururiyo keenay. Fa jumica dalika kulluhu, fa kaana miswadday tamrin,
ويل وحا جري جري قفكم مركم مسافر كيهي وكو قاتو وحا قرب كلا صاري كراء ومزودة اللي يرهدو تبرت اللي قشبتو وحي قيش كد احديسي صدح دي بقول لقا سؤور ريبا لما مزودي أي نقدين يعني ما شوحات كقران إيسا سيدة ذات كورنا ماضي وحي يربي نقدين وحي يرايو اسكتشرة وسيدة وضعه أيو ميش وضع دايي فكان وحو أهاب يري يقوتنا كين لقو قوذية هدو يا أبا عبيدة كل يوم مالك الصبا قليلا قليلا وحير من نجسي كذي أصقع وقيبية لبلا مزودي كجيران أيضا كي رب منتصفه أيو وحير وحير أيو أسيا حتى فنية أنتينا قباب سيبي سيق الشيء أنت مركو مركا قاري فلم يكن يصيبنا مركو سيّر هذا وكسيّره أنت يريد سيّره حسب وقصده فلم يكن مؤنا أهم بويري يصيبنا كن أصيبه إلا تمرة تمرة حبت حبت تمرة بمركي دم بقاري حبت حبت تمرة بالله سيّا فقلت وحاني ريبويري فقلت أرانا ياهي ونك ليره ذو وهب ابن كيسان وحديث ككورنا يا جابر فقلت وحاني ريبو يري وما تغني تمرة حبت مره محي محي إذن كديقي ما قاد شيء إذن كا فقال وحو يري لقد وجدنا والله يا وحان هلني يعني أي مشقة مشقة بدن يا دب بدن بنجا سو جاري فقدها مركان ويني حبدي تمرتها حبدي تمرتها مركان ويني با مركان ودب بدني بنا سو جاري وعي رنتي آدم وصام يسي سيد أبو كير حين فنيت حبدينا مركان لما تي رواية كلا وحي هيد وعن كيري بويري كيف كنتم تصنعون بها هل حبوت تمرة ما حد كوسا من جرتين مركبه يري نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء تلوق لغنه سيدا الصبي يري ناسه أنه غوك على أنبيك عبي شرنو يري مركبه سلماني تانا كفين جرت مركبه يني أيان ربك هذا أرقني هير مركبه هاي قارين أي بأينا يقاتشو اللي إذان أي قارين صحابة قارك ذو حيليهين رضي الله تعالى عنهم سيدة عطبة بن غزوان وكلاء وقت جي النبي إيقو الدولة ووحي عنان إنتي ويان بيقيدها علين تودعون الشرين يركاسا لقاري مركا الدين كي لبكا الله صلى الله عليه وسلم ما تقلب الآن لدحيا الله وأننا نقو هذا وح أهمية ذو أما الدنينهم سينين أين جرين المهم انت مركا وحيري انو مرينو سيدا انهاي ايا وحيري قال ثم انتهينا الى البحر انغو سيدي اسعنا بدي كني مد بويري مركا انو بدي كني مد فاذا حوت مثل الضرب وحان كهل ني بويري حوت من لا يوين او بد صوت فطي قد مودد بور بعادة أن هل نيبوير مركان هل نينا بوران مودي نوير مركي هوري مركان أن نميد وما لايبوير في بعض الروايات حوت يقال له العنبر باكو جرت في بعض الروايات عنبر لأورنجري وأنه عيدا ووين أو ملايقة وهذا سبرك وحي شيغي سامركو أركي أبا عبيدة إنه ملاي حي أيو يري إنه ميت أيو مركي هري مركك بعد بو استدرك إلا بض وحلال الله وحي كسو بحرنا وحلال أقو مركاس يري لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كي إلهي رسوشي سيبانا مركبه يري كلو مركب والله فرستي ولا دقي فأكل منه ذلك الجيش
جيش كاسي وحو ملايقي كعوني ثمانية عشرة ليلة سديد يتبن همين ماشي ودي بين تدقين وحوت كودي قشين فالوعي ليبا وينك تلقى هاي هلب آدم موديد دبي او كلان هاد بكسو قوسي جردي في بعض الروايات الشيسة قد كيدي وانو الصبق كدر سنجردي ولا شغولي سؤوينا أدب أوينا سيدادي يو وحن ندل فدني ويري وان كعنيني وإلهي سبحانه وتعالى كقوديي سيدادي يتبن همين ثم أمر أبو عبيدة أبا عبيدة وحو أمري بضلعين لوفيرات ومن أضلاعه من أضلاع الحوت حوت كفيره سكمدها فنصبا مركبا لقطمية سالوچوچيي ثم أمر وحو أمري براحلة نفقيل إن لرره فرحلت والرري ثم مرت تحتهما مركزي هوس سيدي مرتي فلم تصبهما من أصيب سيد يعني أبو عبيدة وحو ربا انتو لئق يهي منو أقاد لبا فيرو فيريه سيبو قطبي سيدا كانوك عليه من نسان بوتاقي من نهورتي سيبوتاقي أفقو سوس عليه فتيجي وليبا قيري أي وتين وقو وينانت وقو وينا كبضنا أيو غراي مركزو كوهز دسي فتيجوا قاروا انتو وينا كقبي إيو مارس المهم في بعض الروايات أيو هيل بكي وتابع النبي قرطك إن صلى الله عليه وآله وسلم والنبي قويدي مركبو وليبا النبي قويري هيل بكاد هذا يسمح يقسو هديية اللغة هديية حديث كان مركا أرنته كلي هي مقصودك كلي هي وحوي هي أبا عبيدة مركو انتذي ذي هرت إسكود دري هي ما يسلق كاية ما يا نباع وحبو كاني كلا دول هذا أنا مركي لا إسكود دري سيد اللعنة هي سيأك بيا هاي تما حبضة ترسم قليلا قليلا أو سبب بوقود يجري marka waxa saas oo kala dadku isku darsadaan qof walba inta ka cunay karo ha ka cunu naam yazeed ibn abi ubayd an salamah radiyallahu anhu qala khaffat azwadul qawmi wa amlaqu fa ataw an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi nahri ibilihim fa adina lahum fa laqiyahum umar فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتوا بفضل أزوادهم فبسد لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال وحير خفت أزواد القوم خفت أي قلت وحير راضي أزواد القوم قوم كزاد كذيبا يراضي في غزوة من الغزوات دولان دولان مدي كمدها وصحابة النبي قال دولين النبي قال سعودين وحال لقو الشيقين يهيد غزوة هوازن بعد فتح مكة أي النبي كدو لين منك هوازن مدع أيانا دقال جري مركا وحا يراضي زاد كيبا يراضي وأملقوا وانا فقيرو بينو وفقيرو بين معنا وحال لقو ذا زاد كيبا دور لما ذي قفك وحا بقى عندي سكو مجران
وفقيروبين ويقاتشودين فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي جاي يمادين ووحي إذا ويديستين في نحر إبلهم قيل أي وطننا يقشان دي قيل الوقاديتك مرة وقاديت أمارة محوها يجي قاديت كنقيان مرة وأورني هاي الزات كي يبيه بيك وطن مرة قيل يا أنقرنو نول بارو حلقية والراحلة واحدة إنو وطو قاركودنا إنا وحبابا ودنين قاركودا يسكو بدبدلان مرة وحي النبي كعد صدين إنا يقيل يقشان فأذن لهم النبي وأؤذن أي مرك أيوة سعوضاء إن طلاب تكرم إنا يقيل يقشان فلقيهم عمر بالله المي فأخبروه ويؤشيقين إن النبي إذا ويديستين إنا يقيل يقشان النبي وأؤذن أي فقال وحكيري ما بقاؤكم بعد إبليكم دمرك تقيلي قول عدان واتقلتان واتقاديد ويسان مركا وحويات رضاوة صعونينا ولوما كصعونينا بيشي جوغان إلى المدينة وإذا قال لكو تشيران لا شك إني هلك سميان بابا أيان مركا قيلي إني هداد قلتان أدوكو سيدابا حالدي إنو أهانيسا ما بقاؤكم بعد إبليكم أدوكو مركا مسيحين ورانيسا ومسيح باقي بعض أهانيسا وصدبا مريو فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فقال وحير يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم هذه قيل لا إذنه ومركا يعني وحوين أي قشان إيجا حالده دو السذيبة يهان قاديد الآن يعني بدل بسوء قالي روايتك لو حي أهي يا رسول الله سيدة هدين لي يرو قل الظهر وحيران يا قاديدك سابو كيري مركابه وليبه كويري أسوه إشاره يا رسول الله وحي أهرزات كوضا إسوكين أقود دعيه سيدي با مركا النبي يا ريس صلى الله عليه وآله وسلم والنبي وحي كويري فقال النبي وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس داتك أييرو نادي فيأتوا بفضل أزوادهم ذات كوضي وحي كهري هلي مادين وقال لي من أول ما وحي ويا لي بصو قاضي فبسط لذلك نطع مقار بالوفدي مقار يرو مصليه واجهه وذاده يكون كشيرين وكراء ومقارة باشير شيرو لا يسكون الله أبو وذاده هو رجرب كسارن شيرين الله يشوا وين ولا جاي من قرطان لكن اللي يرضاني وحبا يا مصلى لديه شيرين نطع وكاس وكلا ومقار ير يا أما بأنك حقيقي وحمد الله أنا هرقه وإلى لس وإلى هير كمقار لقى بحية اللي قبل هذا سوى مجري جري يا أدوك مقار ير أمبا الله ديقاي بلو قبل لي مركي اللو قبل لي بأن الله يسوك كينا يو والو قشوبي وجعلوه على النطع مقار كا يركا جيش كورت ننوحي وتين مقار كا مبوحين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جيبا استاجي فدعا إلهي ببريي وبرك وانا باركيي عليه أي على الطعام طعام كيرايو مقارك الله يسوقك يعني بو إلهي أبريين وبركيو ثم دعاهم مركز أويري جيش كيور لن بأوعيتهم ويلشين الله ماذا وحد ويل هلي كرتان الله ماذا قات مرك فاحتث الناس تذكر مرك عضام كيس عبادة كبرتين ويلكن كشوا بس عبادة كقاضة ويلكن وجيش لأنه ترى بدن ولي بهديتها يهوازن وقت يهوازن بعد فتح مكة الله بيئي طبعا كنا يا هاي عيدم سمرت سعبادة لغو قاض قاتي ويل الشيء اللي جبر سدي مركز أولي بوليس انتي بيلاقيه نتدي ولي وسيده ذي وحبا كمان نقصامين ولا شيرنا ولا بوحيي فقام رسول الله صلى الله عليه نعم حتى فرغوا إلى أين ما يسين ولا شيرنا ولا بوحسدين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بوحيري أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله نعم
محاون سيدا مركا لولي يهي ومعجزة رنتاني معجزة دان أنبياء ومبالغو أتكايا سوما نبي صلى الله عليه وسلم الرسالة دي سيب الرمي أشهد أن لا إله إلا الله مركا ورنا ورمي سنة أكد وأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركا وحانو كقدا لأن هاي وحي الله إسوكياني ومقار كان لغو شبايا waxaa laga soo aruriyay bay ahaayeen Soomaa geeshku isku darsaday Ilaahayna barakeeyay markii la qaadayna lamana beegin lamana miisaamin ee saxabaha ee walba ku gurtay dadkuna isla laga saxab ee ka Soomaa nin aan ninka ka saxab way weelasha la leeyimid baan isla akay Soomaar ida markaa waxa noo caas qirtaha mushtaraga oo la isku darsado waxaa soo kala markii la qaybsanayo شرط ما إن كيل يا وزني إسلعك لوقعته شرط ما أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس نعم أبو النجاشي عطاء بن سهيب أي مقعي سلي رهذا قال وعيري سمعت وحن مقلي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأصحابي قال وعيري كنا وحن وأهين نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر نبيغا أيان لتكشرني عصر كمركي لتكذو فننحر جزورا وقيل بنقلي جرني فتقسم مركزبا لقيبيني عشر قسم طبان قيبوط بلو قيبيني هلبك فنأكل وننعنيني لحما هلبا كعنيني نضيجا لكريي قبل أن تغرب الشمس انتين قرعد بعين طيب حديث كمركة عصر كمركة لتكذبي قيل قلين مركاسا هدنا لقيبيي أو قيب قيب لأيسو صار ساري هلي بسلنا إكعونين انت أن قرعد بعين بعد العصر بان الله قال لي نفق قيله انت يا قلينك سقاطا نفق قيله انت اللي قورعه مغارك اللي قبحيه هلي بكيس الله شرشره لقيبيه ضدك الله قيبيه قارنا اللي كريه إلا عنه وراح دينا ولي أين دعين نعم وراح دينا أين ولي دعين تاسو كلامك كتاب الصلاة بيوقع هيد مناسب وطان صومرني أوقات الصلاة مركان السوم مريني صلاةها في يعني وقت جيد أول كيس إلا جت كذاهي إن الفضي بدنيد هذه اللي جرى بعشها عشها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخر إلى ثلث الليل أبوحه مرك قاركود إلى نصف الليل لجاره ساسا صومر صوم هاي حديث كاني هل كان فأوية هي دليل لكن هذا هل كان وحكاها الله يا نقيل أن لقالي هلب كيسي ولا قيبيي أو حال إسوس طبعاً قيبود بالله قد يجي طبعاً كقيبود قيب قيب كتير كتير إيه بشرته سواء تتي ميزان لما صارين ولا قياسة سما ولا قياسة أنت أنا حقد لك أنت أنا حقد لك أنت أنا حقد لك أنت أنا حقد لك وقياس ومجازفة ويه من غير يعني وزن واي هدي ميزان لصاره waxaa laga yaabaa kanin oo hal kilo dheeraado kaasi hal kilo iyo barin oo dheeraado kaasi saddex kilo dheeraado soo ma dhici karto wama dadka saasa inta marka loo qaybiyay mujazafatan un baad dadkii la kala siiyay ila wixii saaso kale ka ila baasa bidalik wixii mushtaraga nefkan geerana dadka un baa loo wada qalayay soo ma ahlul madina sahabadi baa loo qaybinayay waxa saa qaybtan waa dadkii baa loo qaybinaya nin walba qaybtan qaado ana qaybtan qaado ana qaybtan qaado waay soo ma marka wax wada eg oo متساوية ma aha sababta ay tahay yani wazni ama beeg
أمبا وحلقو قياس كرا ولا سلأ كيسين كرا مدنا نمر هينه قياس بوها. أبو بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. نعم. أبو بردة عن أبي موسى، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري مقعي سنة وحل رضا عامر وحكر الله قشة مرة غارك الحارث متكسون نقضبها هو ابن أبي موسى الأشعري. أبو موسى مقعي سوى عبد الله بن قيس وصحابي نسبة قال وحير النبي صلى الله عليه قال وحير أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحير إن الأشعريين جماعة ذا أشعريين تأ إذا أرملوا هدي الزات كأيو صحيدو كقعضو في الغزو أي كرنما تو كرنما ربطو في الغزو دولان كدعديس أو قل طعام عيالهم أما عرورتو ذي عيالكو ذي عنتدو يراتو بالمدينة مدينة أيقو جوغة جمعوا وحي جمعين جرين يسكين جرين ما كان عندهم وحا أي حيستان لن قلوا نول بوحا لأولين جري بل قرقا وحي يا الله كوهري صبعي مركي الله يسكينه في ثوب واحد حل مري كشو بن جرين ثم مركا كبعد اقتسموا بينهم لحظوا دبي قيب سن جرينه في إناء واحد والبي كوبي جرين بالسوية سسمن فهم إياه مني أنا إيجامديهن وأنا منهم أنا غنا إياه كمدهاي أشعريين تو حيا هايين جماعة يمن كتيمي أشعريين تو وقبيلة من اليمن ويسو إسلامين وينسو هجرودين دون بيسو قاتين دون تيبا مدينة يهال كاس بيوسو سعوديني وحي لا أدي حبشبي لا أدي إلا دومه واجه ورشير جري دوم الشرعية بي أهاينا الضبيش هو الضوء هاد الضبيش الجهاد يوجد هو دامرك هل كا يا حبش كتورتي رقي مهاجرين تهاي حبش جوغي سيد جعفر بن أبي طالب يرقي سي أي ماشي أقطقين أي يبي إلا جوغين أي يقو وذا جراه ومحوها سوى ذا هجروا ذي بمدينة يمادين مرك مدينة يدقين لما كان هذا مرك الضبع في عن بين هاي دول لان كان مرك كجران زاد كيوتين هدو كيرا هذا انت ايقو اسو يرتان اي دي هجران كيرا وحال هاي سان مدينة مرك يجوغان او عنتدي يراتو نسيدو كليير جري تيسو كيرانو مرأو قوغلانا لغو شوبا ماشا مركا كبعدي أيا الله قيب سنايا الله بيجانا يا هبل إنت هلا سيو هبل إنت هلا سيو هبل إنت هلا سيو هبل إنت هلا طيب إنك سو هذا اللي يري وحيقو قيب سنجرين في إناء واحد بالسوية هذا أنا مركي هو رئيس كينيين مثل أكايم إسلام أكايم مدكرة قيس قيس بيهذا أوب بيجانا يا واحد سلاك وقاضنا يا لكن مركا قويس كاسا قويس كاري قويس كاري مثل عدد اجين سلام عدد كان لكن قويس قويس بيو قاد انجرين اذا كربت سي باجر صوما ومع ذلك لما لهين نبي قنا وكو اماني طبعي قاس اد بو اماني وحو يرفهم مني وانا منهم ايقنا انا ايقمديهين انقو ايقو انقنا ايقان كمدهي طريقة ذو نبي وآد وشعل هذي هذيك لو حديع لهيد يلو فرير وحيصه فرير ككريتو ولا الكيسه لين عيسى دقنا إنه قاتشون يسوع ما دعي لهيد وحي بيسكع عشة ذي المرك باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة باب
ما كان وحي أهذي من خليطين لبا وحس قدر ستي فإنهما إيغو يتراجعان ويسكو لابان أيانو بينهما إيغا دحدودة بالسوية سسما في الصدقة صدق الله. ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. انتين المركز قلين حديثك خليطين كاللبق ولبق ولا يرهد تدرسه وحاجر حولها اسكو درسنا وحوله اسكو هل حركو حروضان وهل دركو عبان وهل ميلو وضا داقان ومرك قاركو هل ويل لغو وضا لسو سمان حولها اسكو جرا ويسكو سكا قليان مرك ويسكو سكا قليان مثلا هذا سو قادنو اريبا اسكو جرا أريكم يقول كذا كجليا، أفترض، سما، نبى وحولي هي صد النف، سما، ننو حولي هي طبعا، وأنا إسكوتشيران، هدين الإسكوتشيري لهين، لبده من ذا ذكر لك مرة بين، سما، هل من ذا صد بولية، من ذا طبعا بولية، سما، ما بذكر كجليبة، محل يلي مرك. هذا يسكت إحجر المرك الله أريج يسكت شرو ويسكت زكاة جلنيا نف أريج هنا لقى قاضية نف كأريج هاي ما كلا قعه وراد يقول النص كان هذا يقول النص كان صورة قل ماها سوما إلا وعلى رأس نن أم باب بحين يا مرك اللي بدو ده نن أم باب دقة أريج هاي الزكاة هي بحين يا قيبت النكة كالكسو آذي لهذا أصغو كل نقونا يا مرك مثلا كما السوقات نكي صدق كرها نكي صدق كرها أريقا مبعيين انتي كسو آذي لهيد كالطبنك لا وأصغو كل نقونا يا وكاقاذنا يا كعشانية تراجعوا أساس وحاكر الله من الشركة ده حول الله اسكو درس ضي رأس مال بالله اسكو درس ضي وفور نغضة وها النغضة قناع سها النغضة وحكا لها النغضة رأس مال بأي سبجرة وشركة وين وحي كي مادنة وربحنا وقيب صدان سوما نسبة معينة إليه طيب وانا نوضى بيشا كما السوقات ربح كي مادة أيا وحي أكرا لهايين كنتون يو كنتون مثلا وقال كيف النص نصب يقرأ العاية سمع نبى كنت كيسير لما يستي كنتم كي كانوا صدق كعوري ولا حساب تماي سمع في بحوال الأجادة أنت صدق بتاس سمع أنت نيكا كسو عادل زيادة نيكا كرقات ولا قبوينا يا مرحبا ولا بسم الله سمع ساس أُشيء ذا مرك. لا درت ذا مرك ليه هاي إنك اللي يراه هذا. أنا سيبن مالك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أبا بكر وأبا بكر من الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له أي لأنس أنس أقري فريضة الصدقة صدقة دي فريضة أهيد فرض كأهيد واجب كأهيد التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أفرض أقدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدارك الله بعينيه أي أقدري وإلا وحويا فريضة الزكاة وعي كتب القرآن كسوما لكن تقديرك الله قاضيه أي النبي قدري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحويري وما كان وحي هذا من خليطين لبضا وحسكود سطيئة فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ويسكن قنيا بالسوية معناها مركي
labadii wax isku darsatay mid u bixiyo wixii neefkii zakada ahaa kii saaxiibkiisa ahaa buu ugu noqonayaa biqadrihi biqadarihi yani xoolihiisa qadarkooda isagu ugu noqonaya. Nacam. طيب قدرك مثلا منك مرك ارغ اسكو درسدين صدن كلا اننا او صدن كلا اننا او لها هل نيف بل سوما قدرك كسو عاديا وما وح قدرنا مسوا وح سيدي وزنك لم يزعمج او غرام هو حسابي وح عقلك لا قدر يا سوما اذا لا باس بذلك لا بأس بذلك. باب قسمة الغنم أرجع قيبتيس أرجع إن لقيبيو أرجع مركل لقيبين يوم على الرأس وي رأس أنت أصلا نفوا أرجع هذا لما نفوا على جاي ما إننا سلأ كي سما لما نفوا أرجع إننا سلأ كي ما دعكرت مركل على الرأس وما الله حسابنا يمو يعني على وزن معها على وزني لقيب مايو. باب قسمة الغنم عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج نعم قال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا ولست وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة نعم عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده عباية بن رافع ابن رافع بن خديج رفاعة ابن رافع مركا عباية أوجيس ورافع بن خديج صمت أبيه ورفاعة أوجيسنا ورافع بن خديج رافع بن خديج وصحابي مركا أوجي سكوري علمك قال وحيري رافع بن خديج كنا وحن أهين مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي مبلج فني بذي الحليفة ذي الحليفة ننجوغني دولان بيكي مادين أي مشركين لصدرين حولنا إكسو غنيميستين حوله غنيمة بيسوك حيين أيضاً ولي لقيبين وحي سوق قارين مركز ذا الحليفة ذا الحليفة والمدينة يقولوا ذا وميقات أهل المدينة ميقات أهل المدينة هل كازن سوق قارين يعني مدينة سوق قارين مش يدقين فأصاب الناس جوع عيدا كان قاتش حنبه هيسي
سهيدنا وكنا ما تيوانا لقاتشونا فأصابوا إبلا وغنما قوم كان مشركين تاهي لسو ديرين أي غنيمة دي كوتين وحكم إذا حاله أري يجيل بيسو جيرا مركي سو قارين ذا الحليفة قال وحير وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم نبي قذال بسو سعودي رقي هرو عارض كهي حولها ودي أي مركي ذا الحليفة لسو قاري با أري من مدين لغا لكرنا عيو كوحنا لو ذا قول عي لغا شاهي سيه وهديب الدريه دبك الله صاري هلم كي الله صاري نبي قيو قذال كيمين بس هو قاري مرك مرك وحيري فعجلوا وي دقدقين رقي هوري وعارض كهرأها با دقدقي وذبحوا أري بيقار قول عين ونصبوا القدورة دريه يولش لغو كريجرين دبكي بيسارين نبي جيبا قدر كسو قاري يدو أريق تلق ورعيه لبكسي لكارين أيو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيوحو أمري بالقدور ويلشي هلبك لغو كارين أيي إلا قنبيو والله داديو هلبك كجري فأكفئت والا دادي سببت وابده حول مشترقة أولي لقيمين باركو تركو تقرف عليهم دادي ابو ولا دادي ثم قسم مركه كبعد ابو قيبيه مركه حوله النبي صلى الله عليه وسلم مركه لقيبيه قلبه وحشه وعين ما هكا قشين وعين ربان هكا قشين لكن حول ان ولي لقيب ان لعنه مري بناتي وجرتا انت ماشي عدو ولا تدري لي او هل جوغيها لكن هذا حوله ولا صور دعي ولا صوك حي ولا سوق عليه وحلي من مدينة مركان قسموي ولا غيبنا قف كتر تكرفة لكلام مجرو فقسم نبي وقيبيي فعدل عشرة من الغنم ببعير طبعا كين نيف أريا ينيف جيل أبو السمي ما ركت نكي نيف جيل قاته نكا كلو حال الصينية طبعا نيف أريا سيد أبو السمي مركو قسمتي دمي فند منها بعير جيلي لقيب صدي نف كاملة فمبعرري أو فكري فطلبوه ويرعدين ويريين فأعياهم أي أعجزهم وقبوا وعي جيل صيحي وأرضي وحنا قوان كرمه جيلنا وكر ديري جيل خطرها جرو فرضها بكر ديري برقة marka saas oo kala marku wardo waxa lagu cayrin kare lagu qaban kara faras ba jira ciidan kuna fardama wadan waa laga daba orday wala gaari waaye markii la arkay inuu fakanayo barag isku mid ma aha nimba inta falaartay la soo baxay oo barki saare buu oo daba dhigay soo wala dhigay falaartay markaa ku dhacday buu istaagay markaa والله قبت مرك فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فرضير باجري لقنا قاروا فأهوى رجل منهم بسهم نرقي إرينا يكمي دبا فلار انت سوق بصدي أيو كتوري فلارتي ولبا الله علي كل شيء فحبسه الله إلهي فلارتي كل عذب النافك كتو شيء ثم قال مركاب النبي جيري صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم حولها كان وحوء هذه أوابدة قار بيرة وأن لقبن كرين وعرر يباتشرة وكأوابد الوحش سيد الدور شوكتو كليتا وغاري مركي وغرطوا ديدا يسازوما أردنا لقوم قبن كرو حولها قار ساسا باجرة بويري فما غلبكم منها وحي إذن كأت كادود قبان ويسان فصنعوا به هكذا سيدان وكالكو سامي يبو يري النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بركي نول البالو قلتك وانا لغا الشي إلا وعرر إلا هاس وعادوا قلوا الله من لاس وما نعم فقال وحو يرينيك اللي رضا عبايا فقال جدي أوو قيبا وحو كلو إيشي قي يعني حديث كالي كي هو رأهين كي هو رأي انت أبو كودا ماضي
فقال جدي أوغي بوحو إيشيغي الرافع من خديجة إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وقتي وكلا منتن معها دانا قصران النافك كعر رأية وكلا دويهين وحيري وحن كبقيني عدوا كبقيني ومشركين تي بريو كلا عدو كبقيني إنا نو أما أن ويرر أما أن ويررنو وليست معنا مدن مديوه أن وحقوق لنا ما أنه ودن إلا جيش سعوده مدية مقاتئه وحقوقاته وسيفه وي يورمو خبكو كدري لها مركز ما النبي وحن كوني ربي يرهدين أفنذبح بالقصب جيت كان قصب كليرة حقوق قوري عكرنا قرقي سمركي لك الشيخ أفبولي سمع حولو قوري عكرنا قصب كم كو قورعنا طيب سيفها هذه كو قورعنا سيفها وحلو قبقا يهديه لي كل كو قورع وهي لي كو شرشر وقف بيلي عدو بان بريل الروايين لا ادري رو مركا دو اف باب افكي يو وحي وحكو قول لهد باب باب ايا مركا النبي قي ويديين افا نذبح بالقصب قصب كم كو قورعنا قصب كو والان تان قصب كاهو مركا يقال شو الله تشيحو مركا يلا كلا تشيحو أف بيلا ذا هي وحقوق وين كرت قال النبي قو حجري ما أنهر الدم وحي ديك دادية ووذوك رسم الله عليه إلهي مقعي سنة لقو حصو فكلوه عمو وحكا الصور نيف كديك دادية مقعي إلهي نلقو شيغو وحلال عون أبو يري النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر لكن لبا مايا لبا مايا إليق إيو إعددة إليق إعددة دوح ما قولوا عكرا ما أدري إليق إعددة وحلقوا ما قولوا مركابه النبي يري صلى الله عليه وسلم وسأحدثكم عن ذلك أي عن سبب ذلك سببتنا وندي شيقي أما السن فعظم ولف لفنا وحلقوا ما قولوا وأما الظفر عدده فمدي الحبشة حبشة ما بحبو قورع تبو ما ركت عديها ما له اللقوق بنايا ما قناه تسيء قورع ذان لكن فمدي الحبشة حبشة أنا وقتها وحي هاي قال يا هاي سما قالنا ولا خلافة قالنا ولا خلافة نعم سيدا أبو مركة النبي قيري صلى الله عليه وآله وسلم باقي ولا قال طيب جزاكم الله خيرا نقتص إذن مركب مقصود كان كلا إن هاي وقسمة الغنم سوما هاي قسمة الغنم ما مجرمي أريق اللقيمي أو طبعا كان لقد لقاي نف نف كوزني هي مجرو طبعا كان نف ونف كجيل اللي هو قيمي أنا هدي ميزان صار لها يقول لك كيلين لها نفك جيلا هي طبعاً كأرجع ما قياسنا مركب مجازفة وي حين عصر كليتاه لا بأس بذلك نقتصر بهذا القدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك